طب وانت ايه اللي مزعلك يا شوبير؟ ايه اللي مزعلك؟ اه ملعب يا شوبير ولعب على تقيل قوي، انت عارفه يا شوبير مش عاجبك، بتتريق على ان انا واقف ورا النادي الاهلي يا عم شوبير. عيب يا شوبير عليك، والله عيب عليك، عيب عليك، ويا ريت الناس تبلغك، ويا ريت تكون بتتفرج عليا دلوقتي. لا بس ربنا يهديه والله، والله بجد بيصعب عليا والله. بيصعب عليا. في برنامج العرافة على النهار النهارده حلقه مع ايوب الكره المصريه كابتن احمد شوبير، وبداها مع العرافه وقال لها انا جيت لقضايا برجليا. سته بس وبتزوغ مني. انا جيت اهو، انا جيت لقضايا برجليا. ازيك يا دكتوره؟ مستعد ان شاء الله، هنشوط جوان كتير جدا بس ان شاء الله مش هتجيب ولا جوان. لا هجيب جوان وكتير ان شاء الله. مش العرافه بتلعب كوره على فكره ان شاء الله. انا كنت بقول كويس. يلا بينا. يلا بينا، توكلنا على الله. وده كان رده على اول فيديو العرافه واجهته بيه. اكتر مهاجم جاب فيك جوين؟ ايمن يونس جاب جونين. هنغلبه النار ان شاء الله. هل شوبير جه على ابو جبل علشان مصلحه ابنه؟ هنا شوبير بيجاوب على السؤال كأب. من الاخر كده، ما كنتش قاصد تخلص على ابو جبل عشان مصطفى شوبير؟ وانا قلت لا سمح الله ابو جبل حارس وحش، وانا قلت صفقه مش كويسه، انا قلت حارس مرمى مش قلت هيضيف. انت قلت هو عامل مشاكل مع اللعيبه؟ لا اطلاقا. ما انا عارفه ان في خناقه بينه وبين الشناوي. لا 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 لا، قلت الشناوي ما بيرتاحش لابو جبل. طب وبينه وبين كهربا؟ اذا كان كهربا اللي قال له انت تمرينك في النادي يوم كذا الساعه كذا، كل ده بص يا حبيبي، الشناوي ما بيرتاحش. اما ما بيرتاحش، وبقول لك الشناوي ما بيرتاحش اهو، تاني وتالت وعاشر والف، مش هغير كلام. يعني انت دخلت جوه قلبه؟ لا اصل ده الوسط بتاعنا احنا عارفين. طب هو اللي قال لك كده الشناوي؟ ده شغلتي، ده دوري انا راجل. انت استنتجت؟ دور... لا مفيش استنتاج. مال. في حاجات ما فيهاش استنتاج. مال. في حاجات فيها اخبار، هذا خبر حضرتك تقولي لي او انا اللي بسالك الخبر صح ولا غلط؟ الخبر صح. ليه دايما الناس بتحكم على شوبير من اخباره؟ دايما الناس دايما بتحكم عليك من تصرفاتك. لا مش من تصرفاتي، من اخباري، لانه دايما الحمد لله احنا عندنا انفرادات، واخبارنا بنسبه تقترب من 100% خبر صحيح او اخبار صحيحه، فبالتاكيد في البعض بيغضب او بيزعل. هل مصطفى شوبير بيتظلم بسبب تصرفات باباه احمد شوبير؟ يعني بسبب احمد شوبير طبعا، وخناقات احمد شوبير ومشاكله. انا لو مكان مصطفى ما استعملش الضغوط اللي حصلت عليه، هو طبيعته لان هو ما شاء الله هادي وبارد غيري خالص، هو قدر يتخطى عقبات كتيره جدا يعني، لكن انا ما اعرفش اتحمل الضغوط اللي تحملها مصطفى شوبير بجد والله، بيصعب عليا. يا ترى ابو جبل فرحان في مصطفى شوبير ليه؟ طيب في الماتش الاخير يا كابتن، ابو جبل كان شمتين في مصطفى شوبير ليه؟ علشان دخل فيه اربع تجوان. ليش ما تليه؟ شفت ده زي جمهور ما شافه؟ لا لا ما اعتقدش. ابو جبل هنيجي بقى للمهم. لا والله اصل ليش ما تليه؟ ابو جبل، ابو جبل بيلعب. الجمهور اللي قال كده يا كابتن؟ يا ست الجمهور اللي هو عايزه، انا بمشيش ورا الجمهور. ما مصيبتنا السودا ان كله بيمشي ورا الجمهور، ورا السوشيال ميديا، ده قال وده عمل وده خلى وده سوى، ده مش مظبوط. هو راجل بيلعب عايز يكسب، فكسب ففرحان فرحته طاغيه، اول مره في التاريخ البنك الاهلي يكسب الاهلي، ده لازم يطير من الفرحه طبعا. ومن صفقه ابو جبل اللي بوظها شوبير لصفقه محمد بسام. يعني الناس دي كلها ما بوظتش صفقه محمد بسام ولا اقدر ابوظها كمان. بسام يعني بسام وابو جبل ومين تاني؟ ما بوظتش صفقه الحضري كمان. شتى اللي بتكتب، انا بكتب اللي بتقول. طب ليه انا ما كتبتش ان محمد بسام فرضات. ليه ما كتبتش ان محمد بسام راح النادي الاهلي؟ ليه؟ لانه ما حصلش. احنا اللي نسالك بقى. لانه ما حصلش. رد شوبير كاعلامي عن ليه صفقه ابو جبل مع الاهلي باظت؟ كاعلامي بقى مش كاب يا كابتن. اعلامي واب وكل حاجه. ليه صفقه ابو جبل باظت في الاهلي؟ سالي مجلس اداره الاهلي، سالينيش انا. يعني انت مش عارف؟ لا والله. شتى بتاع الانفرادات؟ لا اسالي انا. الانفراد ان ابو جبل وقع للنادي الاهلي، ما ودوش النادي الاهلي. طب بقى ليه باظت؟ ما دي مصيبه اكتر غريبه اكتر. حضرتك تساليهم في النادي الاهلي، في مجلس اداره في النادي الاهلي. ان انت بتاع الاسرار. طبعا ما انا جبت الاسرار وجبت الخبر ان الراجل راح النادي الاهلي، بس خلاص ده دوري. فركشت بقى، ده دورهم دلوقتي. ده دور. ايوه طبعا ده دورهم هم، تساليهم هم. ايه اللي حصل؟ لغوها ليه بعد ما اتفقوا؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي ما كانش عاجبه؟ شوف القصه. طب وردوا على العرافه لما قالت له انت بتشوف عرض للشناوي في السعوديه عشان تخلي الجو لابنك.
اشوف عرض. طب ما اشوف عرض المصطفى ابسط يعني. انت عايز مصطفى حارس مرمى الاهلي؟ طبعا اتمنى، حلم حياتي ان اشوف ابني يبقى حارس مرمى الاهلي. عيب عليك يا شوبير، دي كانت رساله مجدي عبد الغني لشوبير. يا ترى ايه كان السبب؟ ولعب على تقيل قوي انت عارفه يا شوبير، يعني ده لعب على تقيل. الله الله الله، مش عاجبك ان انا اتسقف للنادي الاهلي اللي عمل اسم مجدي عبد الغني وانت تسقف للنادي الاهلي اللي عمل اسمك؟ مش عاجبك بتتريق على ان انا واقف ورا النادي الاهلي يا عم شوبير؟ عيب يا شوبير عليك، والله عيب عليك، عيب عليك. ويا ريت الناس تبلغك، ويا ريت تكون بتتفرج عليا دلوقتي. انا شايفه كده انه في تهديد وبيقول لك في لعبه على كبير، رد بقى عليه. انا مش هتكلم. هو بس القصه كلها عشان بس الناس تبقى عارفه، كانت في الانتخابات وانا كنت واقف ورا كابتن محمود الخطيب، وهو كان واقف مع المهندس محمود طاهر، فهو كان واقف ورا المهندس محمود طاهر وحاطط ايده وخبط. فانا قلت ده منظر ما يليقش برئيس النادي الاهلي، يعني ما عجبنيش المنظر ده. لسه بقول لك مره ثانيه وثالثه غلط، ما يليقش. ما انت كنت بتدافع عن الكابتن محمود الخطيب. افضل ادافع عن وحقك ده على فكره في الانتخابات، واي حد في الانتخابات حقه انه يقف مع اي حد. والله في انا المنظر نفسه في وقفته وخبطته على صدر المهندس محمود طاهر وفي وسط ندوه وكده. تعالوا نشوف ايه مصلحه شوبير مع الخطيب. بقول لك هاخد ايه بس المصلحه اللي هاخدها وكابتن خطيب، عشان كده وقفت. بقول لك حاجه لطيفه جدا، النادي الاهلي يقف من قلبي طبعا. انا والله العظيم يا دكتوره بسمة، انا عمري ما كان ليا مصلحه يعني. انت واكتر واحد يتقال عليه بتاع مصالح وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه، واقعد اقرا واضحك. يعني انت ما كنتش عايز تنزل بنتك مع كابتن الخطيب في القايمه؟ بنتي ايه ده، الكابتن الخطيب كان عايزني معانا في القايمه واعتذرت. بنتي ايه؟ وليه اعتذر انه يترشح نائب للخطيب؟ لان انا بشتغل اعلامي، ولان شغلي لا يسمح ليا، وهنا بالفعل هيكون في تعارض. وانا بالفعل قلت للكابتن الخطيب انا بعتذر. اتفضل. اقول لك انت اعتذرت ليه؟ ليه؟ عشان انت عايز تبقى رئيس النادي الاهلي. لا مش في اعترف مش في طموحاتي خالص، ولا في دماغي الانتخابات اي نوع من انواع الانتخابات. والله انا كان في دماغي ان انا ممكن ابقى رئيس اتحاد الكوره ده. يوما ما ممكن. يعني انت مش هتنزل انتخابات اتحاد الكوره؟ لا، ممكن ابقى رئيس اتحاد الكوره في يوم من الايام، لكنه النادي الاهلي لا، ما انزلش انتخابات النادي الاهلي. ايه السبب انه بيتنمر على كابتن عصام الحضري؟ ومين الافضل فيهم؟ يعني في الماتش محدش قادر، يعني احنا زعلانين ان الجمهور ده طالع، ان هو زعلان نقول الكلمه ما فرحش. مش قادرين نقول له يعني هم يعزونا برضه. معلش هتنمر لك. هقدر لك يا كابتن عصام. يعني الحقيقه يعني طبعا عشان الثقافه واللغه وكده، فبرضه يعني بس نطمن على مستقبل الاعلام المصري. لسه زعلان من كابتن شوبير بسبب الفيديو ده؟ انا افتخي ان انا كنت كده. كان ايه هدفك في الفيديو ده؟ بتتنمر عليه ليه؟ في شط تقفل وشطك يا سعد بتحصل يعني. لا لا والله ما انا عنديش مشكله مع حد خالص في الوسط الرياضي خالص. انا حتى كل ما تسأل من هو اعظم حارس مرمى في تاريخ مصر اقول لهم وانا مغمض عصام الحضري. طب مين افضل، انت ولا عصام الحضري؟ الارقام كلها الارقام كلها عصام الحضري على اي حارس في تاريخ مصر. الحضري طبعا، دي الارقام بتقول كده. خالف تعرف، يا ترى رضا عبد العال بيعمل ليه كده مع شوبير؟ رضا مش معايا، رضا ده اسلوبه. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو خالف تعرف، هو رايح في سكه الناس كلها تبقى رايحه في سكه وبيروح في سكه تانيه من اجل الترند والشهره. هو طريقه رضا كده، اداؤه كده، شغله كده، نقده كده، تحليله كده. مفيش مدرب بيعجبه، مفيش لعيب بيعجبه، مفيش فريق بيعجبه، هو ماشي في السكه دي واكله مع بعض الناس، بتعمل له ترند، بتعمل له مشاهد، بتعمل له شعبيه، فهو ماشي في السكه دي. لا مع شوبير ولا مع مدحت شلبي ولا مع مش عارف مين، مع الناس كلها. فهو ده اسلوب حياه بتاع رضا عبد العال. العرافه حابه تعرف سبب توتر العلاقه بين شوبير وحسام وابراهيم حسن. حسام ممكن في الحته دي بتزعله شويه، بتضايقه شويه، هو بيحس انه لا انتوا جايين عليا، انتوا مش معانا بس على فكره. طبيعه حسام طول عمره كده، حسام بيحب دايما يبقى يكسب، ما بيحبش يخسر، ما بيحبش الناس تنتقد، دي طريقته، دي تكوين حياته. فانا طبيعتي في شغلي، انا طبيعتي هنا ناقد، انا بتكلم ناقد فني، بتتكلمي في مباراه. شوبير قال رايه بما يرضي الله في حسام وابراهيم حسن انهم يدربوا المنتخب. ايه رايك حسام حسن وابراهيم حسن ان هم يدربوا المنتخب؟ احسن اختيار. العرافة برضو مش عايزة تجيبها البر، وسألته ليه في غل بينه وبين إبراهيم سعيد، وإيه اللي خلى شوبير يغير رأيه فيه؟ مش
عايز تقول حاجه تانية؟ لا بس ربنا يهديه والله. والله بجد بيصعب عليا والله. بيصعب عليا والله. اصل في حد كده ممكن يعني عارفه يعني الطيبه كده بتبقى جواه فبتظهر على الشاشه. وفي غل بيبقى داخلي كده فبيظهر تلقائي. ودايما بلاقيه بيتهمك بالحقد والغل. ردك ايه؟ بصي كان في مشاكل مع ابراهيم سعيد ده حقيقي. ليه بقى؟ زي ما هو قال كده، ابراهيم ده كان موهبه فذه جدا. ده لعيب كوره تقريبا يعني مش هيجي زيه خمسه في مصر. صح. كده ايه؟ موهبه. ايوه موهبه. صحيح. موهبه جامده جدا 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 جدا. فصعب عليا. كان نفسي انا حاولت معاه كل المحاولات انه يركز وانه طبعا وهو نفسه دلوقتي يعني كل ما يشوفني يقول لي يا ريتني سمعت كلامك. وده كان الجزء الأول من حلقة العرافة مع أيوب الكرة المصرية. استنوا الجزء الثاني على النهار، ويا ترى شيخ العرافين هيواجهوا بإيه؟ لا حصل يا عم اسمع بقى، أنا اللي كنت موجود وأنت اللي كنت موجود. قلت لك أنت بوشين ما صدقتنيش.